مشاهدينا الكرام، برحب بكم من برنامج قصة طبق مع زرميك. خلال شهر رمضان الفضيل رح نتعرف على قصص جديدة ورح نحضر أطباق مميزة. اليوم حابين نروح مشوار على البرتغال ونتعرف على أطباق مميزة، خاصة عندهم البهارات اللي بيحبوا يستعملوا طازة يطحنوا على نفس الوقت ويستعملوا بأطباقهم، بدون ما ننسى عندهم أسماك والثمار البحري بتشكيل كتير واسعة، وعندهم فلفل الحار اللي كتير معروف عندهم. شو رايكم نروح مشوار على البرتغال ونرجع نحضر هالأطباق سوا؟ المطبخ البرتغالي غني ومليء بأطباق كاملة النكهة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمطبخ البحر الأبيض المتوسط، وهو متنوع بسبب انتشار البرتغاليين في المستعمرات السابقة وعودتهم إلى البلاد، وقد تعودوا على أشهر أطباق البلدان التي عادوا منها. لذلك ابتكر الطهاة البرتغاليون طبق اللحم البرتغالي مع تتبيلة الزيتون والكزبرة والثوم والملح والغار، ليكون هو الحل الوسط لأشهى الأطباق العالمية. رجعنا نحن من البرتغال، شفتوا البلد الحلو ونفس الوقت مكونات الغنية. شو رأيكم نباشر حتى نحضر أشهى الأطباق من بلد البرتغال؟ هون حضرت أنا تشكيلة واسعة من الأغراض، من المكونات اللي فعلاً طيبة وشهية نفس الوقت غنية بالبروتين اللي عنا هون. اللحمة، لحمة الغنم اللي عنا إياها هون، لام كاتلت اللي رح نتبرها، رح نجهزها ونرجع نشويها. أنتوا إذا حبيتوا تحضروها قبل نهار فيكن تحضروها. التتبيلة الطيبة الشهية اللي عنا إياها هون، رح نضيف الخردل أول شيء، نرجع نضيف فوق منهم حبيت البصل مفروم ناعم يعطينا نكهة طيبة، فوق منها عنا حبيت الكرافس، بس على حبيت الكرافس حبة شوي افرمهم، خاصة مع قطع الثوم إلى قشرناها جهزناها قبل وقت. هون عنا كرافس وثوم نفرمهم هيك مع بعض، رح اخذ منه كمان ضيف فوق منهم شوية من الجنينتنا الصغيرة الرومارين روزماري، نفرمهم كلهم مع بعض لحتى يعطينا نكهة كتير طعمة طيبة ونكهة المميزة. رح اخذ الملح، ملح الخشن، نرجع نفرم المزيج كله مع بعض. صار عنا تشكيلة كتير طيبة من المزيج، ما قلنا إلا نضيف فوق منهم شوية الخل، عندي هون الخل الأحمر وعندي قليل من زيت الزيتون اللي راح ضيف فوق منها. صار عنا صلصة كتير طيبة، صلصة مارينيشن مميزة، نفس الوقت سهلة التحضير. الأطعمة مع بعض هيك بيعطينا نكهة كتير طيبة للحمة. رح ياخد قطع اللحمة هون، رح أعمل المارينيشن عليها، رح أحط الصلصة، فينا نحن ننقعها مثل ما قلنا، ودغري رح نحط على المشوى ونشويها، فينا نحن نجرح شوي اللحمة حتى تفوت الصلصة جوا أكتر. هيدا أكيد وقت اللي عم نحطها بالبراد، ننقعها قبل نهار. عندي هون قطعتين كمان جهزتها شرائح اللحمة، رح احطها بهالشكل حتى نقدر نقدمها بصحن.
اما هلا رح نباشر حتى نحضر الصلصه الطيبه. اليوم الصلصه اللي رح احضرها مع جبنه، جبنه الروكفور، بيعطينا طعم كثير طيبه، وهيدي نوع من الجبنه اللي فينا نحن نستعملها بارد حتى ناكلها بالطبقنا، ان كان مع خبز او حتى بالسلطه، حتى فينا نحضر منها الصلصه. حبي اليوم هيك نحضر صلصه من جبنه الروكفور اللي عندي اياها هون، عندي اياها هون جاهزه. كمان رح ضيف معهم حبيت الاسبرج الهليون اللي عندنا اياها مسلوقه بهالشكل. رح اخذ قطعه صغيره من الزبده مع قليل من زيت الزيتون، رح خليها حتى بس تحمى معنا المقليه. أضيف فوق منهم حبات الهليون، نقسمها شوي. هون عم نخلط احنا حبات الاسبرج، تقريبا هيك استوت معنا. رح اخذ قطعه من جبنه الروكفور، رح اضيف فوق منها حدوب معنا الجبنه لانه طرية، رح اضيف فوق منهم شوية البهار وشوية رشة من الملح، ما منكترها لانه جبنة الروكفور بيحتوي نسبة كبيرة من الاملاح. واخر شي هلا رح نضيف فوق منهم الكريمة طازجة. منخلي بضع دقايق بس حتى تشد معنا شوية صلصة وتاخد المزيج على بعض أكتر. صار عنا صلصة جاهزة طيبة وشهية. شو رأيكم نشوف نحنا شرائح اللحمة كيف صارت؟ شوفوا هاللون الحلو عم تستوي معنا القطعة اللحمة. في نار الصلصة حابة أفرجيكم. هون عنا نحنا صحننا، عنا هون قطع من الباجيت من الخبز، فيكن انتو اي نوع من الخبز تستعملوها وتحطوها. رح نقي هالقطعة من الخبز. ليش حبيت حط الخبز؟ لانه نحنا عنا اللحمة البروتين هون اللي عم ينشوى معنا اللحمة، وعنا كمان الخضار اللي رح نحطهم بالطبق، بس نحتاج شوية هيك نشويات. كرمل هيك حبيت نقي هالقطعة من الخبز اللي رح ننقيها. رح اخذ هون عندي حبيت الأرض الشوكي أو الخرشوف بهالشكل، عندي حبيت الطماطم مشاهدينا. حابة افرجيكم اليوم الطبق اللي حضرناها من مطبخ برتغال، طبق كثير طيب بنفس الوقت سريع التحضير وغني بالغذاء، ان كان البروتين ان كان الفيتامينات، او حتى نحن حطينا قطعه من التوست حطيناها. اول شيء التتبيله كثير طيبه، فيكم تستعملوا ان كان بالدجاج ان كان لحمه او السمك، مع الخردل مع شويه الاعشاب اللي فيها، مع قليل من الخل وشويه زيت زيتون، اعطانا نكهه كثير طيبه. نقعنا لحمه رجعنا شويناها وحطيناها هون. اما من ثاني ميل استعملنا نحن الخرشوف، الكعب الارض الشوكي، حطينا بالطبق، خاصه الصلصه كانت كثير طيبه مع صلصه الروكفور اللي حطيناها على التوست. روكفور مع اسبرج قلبناها شوي اعطينا نكهه طيبه، حطيناه هون بالطبق. بلكن انا ساحتين، بلاقيكم بكره ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج قصه الطبق، ورمضان كريم.